عليكم فاميلتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيه، مرحبا بكم فيديو جديد مع اخوكم جمال الفا. الى كنتي كتشاهدني اول مره ما تنساش دير اشتراك على القناه، ولا عجبك الفيديو من بعد ما غادي تشاهدو ما تنساش تدعمونا بالضغط على زر لايك، هو اللي كيخلينا اننا نستمروا. غبت عليكم مده ديال يومين، مع العلم انني كنحط فيديو كل نهار. المهم احنا رجعنا. المهم هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على بعض الافكار، الا كنتي كتفكر يعني فيهم، غادي تعاني من مشاكل في الحياه ديالك ولن تنعم بالراحه ابدا. الابحاث الحديثه اثبتت بما لا يدع اي مجال من الشك ان الافراط في التفكير يصاحبه نشاط كبير على المخ، وتحديدا على مستوى الخلايا. وكلما كان تفكير الانسان يعني سلبي بطابع يعني الاحباط والقلق والياس زادت احتماليه ان تؤثر هذه الافكار على بنيه المخ وتضره بشكل خطير. اغلب الناس اللي غادي يتفرجوا في هذا الفيديو كلهم، انا نقول كلهم، الاغلبيه كلهم، المهم تعاني من هذه القضيه ديال التفكير السلبي. قليل اللي كتلقاه كيفكر بشكل ايجابي، وهذا الشيء هذا يعني كيشكل خطر ويقدر يسبب من بعد امراض عقليه او الموت المبكر. فالتفكير السلبي يعني في الماضي او المستقبل قد يكون سببا في موتك، والله القسم حق الله. فيما يلي يعني غادي نعطيكم واحد العينه ديال الافكار السلبيه التي اذا طغت عليك تعرضك للخطر. انا ملي قريت هذا الشيء لقيت راسي حتى انا غادي نقدر نموت، وباقي ما سمعتش كاع كلمه بابا. يعني اول حاجه، ترى نفسك عاجزا عن تحقيق اي شيء. كتلقى راسك دابا حنا في 2017، بقتنا تقريبا شحال 4 شهور وغادي ندخلوا في 2018، وباقي ما حققناش الاهداف ديال 2001 اولا الاهداف ديال 2006 ولا الاهداف ديال 2009. من افكار يعني من اكثر الافكار السلبيه خطوره هي عندما ترى نفسك عاجز عن فعل اي شيء على النحو الصحيح، بحيث في هذه الحاله تنظر لنفسك على انك شخص فاشل عن تحقيق اي نجاح، وترى ان ثقتك بنفسك غير موجوده تماما. هذا الامر غالبا يدل على ان معاناتك من الوحده والعزله عن المجتمع الذي تعيش فيه. في هذه الحاله ينصح خبراء الانسان بتكوين علاقات جديده، بحيث يعتبر ذلك حل الامثل لتجاوز الوضع. ضروري تكون واحد العلاقات جديده مع ناس جداد، وتحاولوا تبعدوا عن العزله والوحده. التعلق كذلك بالماضي والمستقبل، كتلقى بزاف ديال الناس، هذه من الاخطاء يعني من الاخطاء اللي كيرتكبوها بزاف ديال الناس، مهما كانت الاخطاء التي فعلتها في الماضي ومهما كانت توقعاتك للمستقبل، لا يجب ابدا ان تفرط في التفكير فيهما. هنالك دراسه اوضحت ان التفكير المستمر بالماضي والمستقبل يدمر خلايا الدماغ المسؤوله عن السعاده بشكل كلي. اللي داز داز، اللي وقع وقع، اللي جيت يعرفه غير الله. نعيش نهاري يفقت الصباح، اوه الحمد لله باقي حي، واو هاد النهار غندير شي حاجه جديده ما درتهاش انا البارح. ماشي انا فقت الصباح وفا وثاني الروتين نري، اش من المستقبل كيتسناني، واش داني ندير هادي واش ندير. يعني انت انا دابا حسيت براسي فشلت، انا دابا صافي عييت، انا صافي. لا، كل نهار نعيشو بحال اللي هو اخر نهار عندي في حياتي. نتمتع لا خاص الناس اللي باقيين سيليباطير وداك الشيء، باقي تابعكم الهم، باقي تابع لكم المشاكل، وباقي تابعكم ليكوش. يعني ما تسوقش يعني وجد المستقبل واني ما تفكرش فيه، حنا ما عارفين شنو غادي يوقع. هذا الامر من الممكن ان يجعلك تعيش يعني تعاسة دائما بجانب الارق وعدم القدره على النوم. عرفتي شنو هي تقعد تقلب بالليل، ونتيجه تكون الموت في سن مبكر. يعني ها انت ما وصلتيش كاع وما درتي التوزع. ثالث حاجة، تضخيم الأمور الصغيرة وجعلها مشاكل معقدة. يعني التهويل والتضخيم الأمور الصغيرة يضع الإنسان تحت ضغط رهيب لا واقع ولا أساس له. في علم النفس هذا الأمر يسبب حالة تسمى التوهم النفسي، حاولوا تقلبوا عليها في جوجل، تجعل المرء يتوهم مشاكل ويختلقها من لا شيء. تبقاو تكبروا في الحاجة، نقول حنا المغاربة كدير من الحبة قبة، وفي الاخر كدير انت بوحدك مشاكل، وداك الشيء كتولي الطاقه السلبيه، وديك الساعه كتفعل قانون الجذب بشكل سلبي، وعاد كيجيوك بصح المشاكل.
خطورة ذلك تتمثل في تعويد الدماغ على نمط معين من التفكير يكون سببا في إجهاده وموته تدريجيا. يعني أنت عاطي العصا للدماغ ديالك، ما خليتيهش كاع يرتاح. آخر حاجة هي اعتبار العزلة الدائمة افضل من البشر. هذه كلكم تقريبا كديروها، ما تحمقونيش، كلكم صاحبين مع التليفون ديالكم، ما كطيحوش مع العائله. نهار كتفكروا العائله ديالكم، اما يخسر لكم الشارجور، او لا تقطع الواي فاي، او لا تقطع الضو، او لا تخوي لكم 3G، عاد كتجلس مع الوالد والوالده ولا الدار. كاينه ما تخرجوش في عينيكم، كاينه بصح. الميل للوحده واعتبار العزله الدائمه افضل من افضل من قضاء الوقت مع البشر، يعتبر هذا من اخطر الافكار التي تعقبها نتائج غير محموده على الصحة النفسية والعقلية. فتأثير العزلة الدائمة على الذات يفوق الإصابة بالسمنة أو الإدمان على التدخين. أردت أنا تنبغي نجلس بوحدي، ويني ملي قريت هادشي أنا تزيرت، مبغيتش نموت، بغيت نسمع بابا. فالأشخاص الذين يعيشون في عزلة يزداد احتمالية موتهم بمقدار ضعف يعيشون اجتماعية مستقرة. أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم، ولا تبخلوا علي بالضغط على زر لايك. كان فرح بزاف مني كان لقى لي لايك، يعني بزاف كنتشجع أنني باش ندير فيديوهات جداد. يعني ما تبخلوش عليا، بارطاجيو الفيديو، دير اشتراك على القناة. مرحبا بك معنا في فاميلا، مع الخواتاتي العزيزات وخوتي العزاز. تلقاو فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.